من جانبها شكت عائلات نازحة من قضاء الشرقاط شمالية محافظة صلاح الدين من سوء المعاملة الإنسانية التي يتلقونها والنقص الكبير في المستلزمات الأساسية، فيما طالبت الحكومة المركزية بتعويضهم. عانينا ما عانينا، ما كل شيء ماكو، كل شيء ماكو. عندي معوق صار سنتين موقفت عن العلاج، ما عندي، طلعت بهدومي 1000 دينار ما اجي شايله، ولحد الان لا سكن لا مواد لا 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 راتب لا، ما كل شيء ماكو، كل شيء ماكو. وبيتي ضربت الطياره بسدنا اللي هم ساتر بسدنا وضرب بيتي. احنا من شرقاط نزلنا هنا هاي 6 أشهر والله ما استلمنا كل شيء، ونروح على المختار يقول ماكو اسمات، تروح على المنظمه ماكو اسمات، واحنا مظلومين يا عمي. ها؟ ما عندنا غير هذا، والله هذا طلبنا. طلب حقوقنا، شيدنا، منظمه، حكومه، ما يصير جره لهذا للهذا واحنا مظلومين، هي هذا.